لم يكن طويلا مقام بشير بومنجل في مهجره الفرنسي، هي 15 سنة عاد بعدها إلى مدينته القيروان. عاد كهلا في 50 بعد وفاة والدته في العام 89 900 و1000. آل إليه كل ما خلفت وخلفه والده إذ كان ولدا وحيدا. لم يعلم أحد بالسبب الذي جعل بشير يقرر العودة من مهجره الأوروبي بينما يحلم به الآلاف. هو وحده يعلم، وقد أبقى على ذلك سرا مكنونا لديه ولم يقاسمه أحدا. استقر بشير في منزل العائلة في المدينة العتيقة للقيروان، ولم يكن يكف وهو في فرنسا في مونبلييه يحكي عن ذلك الطعم الخاص للحياة في القيروان، حيث رأى نور الحياة وحيث خطى خطواته الأولى. ولم يكن في كل ما يردده ما يخرج عن استحضار ذاك الرباط الذي يشد الإنسان إلى موطنه الأصلي، هو حنين ونوستالجيا. في القيروان في الحارة التي سكنها أبواه، كثيرون هم الذين كانوا ينادونه مبروك، وهو اسم والده وكان يشبهه إلى حد بعيد. في مونبلييه التي حل بها شابا في 25 في العام 74 900 و1000، عمل بشير خلال السنوات الخمس الأولى في مهن مختلفة، ولم يعد قط إلى القيروان خلال تلك السنوات، ولأنه لم يكن من طينة الشباب الذين تستهويهم مظاهر البذخ والرفاه، تمكن من جمع رأس مال كفاه لفتح محل للمواد الغذائية سرعان ما صار من بين المحلات التجارية للمهاجرين التي تعرف إقبالا لافتا للنظر. ولعل من أسباب ذلك أنه كان يستقدم من تونس بعض المنتوجات المحلية، ومنها الهريسة وزيت الزيتون. بعد 5 سنوات كان المحل التجاري لبشير بومنجل في أزهى أيامه، وكان يفكر بتوسعته، بل إنه كان يفكر في فتح محل آخر في مدينة أخرى. في تلك الفترة تعرف على مادلين، وكانت من زبوناته الوفيات. علم منها أن والدتها يهودية من أصول تونسية، ولعل ذلك ما جعل العلاقة بينهما تتقوى سريعاً. وقد تطورت تلك العلاقة إلى مشروع زواج، ولكنه مشروع لم يتم. في صباح 15 ديسمبر 87 900 و1000، جاءت الشرطة إلى محله التجاري وحملته إلى مركزها الأقرب دون أن يعلم سببا لذلك. عبثا حاول أن يعرف قبل الوصول إلى مركز الشرطة. هناك تركزت أسئلة المفتش الذي أوكل إليه استنطاقه حول علاقته بمادلين تيبو، وهو اسمها الكامل. أفضى بشير بكل ما أمكن له الإفضاء به. تحدث عن بدايات علاقته بتلك الشقراء المليحة وعن مشروع زواجهما، ولكنه وقد كان يسأل في كل مرة لم يخبر بسبب استقدامه إلى الكوميسارية ولا عن أسباب هذا التركيز على علاقته بمادلين، المرأة التي كانت تشرف على الاحتفال بربيعها 28. ظل يسأل ساعتين أو يزيد، ثم ألقي إليه بالخبر القنبلة: ماتت مادلين. عثر عليها مقتولة في شقتها التي لا تبعد كثيرا عن المحل التجاري لبشير. أحس بدوار شديد وهو يتلقى الخبر الفاجعة، كاد يغمى عليه. لما أخلي سبيله مضى إلى منزل حبيبته، ولكنه منع من الدخول. كان المحققون يحاولون رصد دليل يقود إلى القاتل، وأشارت الخلاصات الأولى إلى أن القاتل قد يكون من معارف مادلين، إذ لم يرصد أثر عنف على الباب. رجح المحققون أن يكون القاتل باغة الضحية بعدة طعنات في الصدر والرقبة لم تدع لها فرصة لمقاومته. بعد 10 أيام شيعت جنازة مادلين تيبو إلى مثواها الأخير، وكان بشير بين جمع المشيعين. رأى تابوتها ينزل في القبر، ثم انصرف مع من انصرفوا. كان من حين إلى آخر يتصل بوالدتها يطمئن عليها، ويحاول أن يعلم منها كل جديد في التحقيق حول مقتل مادلين.
وقد لمس مع مرور الوقت أنه ربما صار مصدر إزعاج فأمسك عن الاتصال. كان بشير يعلم أن مادلين قبل أن يقع في حبها وتقع في حبه كانت على علاقة بشاب فرنسي يدعى مارسيل نانو، وأنهما افترقا منذ سنوات، ولكنه لاحظ أن مارسيل ظل مع ذلك يتتبع خطواتها. لم يستبعد بشير أن يكون ذاك الشاب كره أن ترتبط مادلين بمهاجر مغاربي، ولم يستبعد أن يكون هو قاتل مادلين. ومع أنه لم يبح للشرطة بهذه الفرضية التي تجول في فكره، إلا أنه استغرب أن لا تستمع الشرطة إلى مارسيل. كان يحس بأن ملف مقتل حبيبته ينحو إلى الحفظ، وظن بشير أنه بعد مادلين لم يعد له مقام في مونبوليه. قام بتصفية تجارته وأغلق محله وعاد إلى القيروان، حيث لا تزال حية جذوره وحيث انتماؤه الحقيقي. كان ما توفر لديه من مال يكفي ليؤمن له عيشا كريما، كما أنه استثمر جزءا مما ادخره في الزراعة في أراضي ورثها عن والده. في القيروان استعاد بشير روابط قديمة له بأصدقاء الصبا، وصار يلتقي عددا منهم كل يوم، مرات في زاوية سيدي علي الغرياني، ومرات في مقهى في محيط باب الجلادين. وكانت لقاءاته تلك تعود به إلى تلك السنوات البعيدة وذكريات فيها الكثير مما يضحك ويفرح. كانت للحياة في بساطتها حلاوة لا تضاهى، كذلك يظن بشير، وكذلك يظن من يشدهم الحنين مثله إلى مواطنهم الأصلية وإلى سنوات من العمر لن تعود. لم ينس بشير حبيبته مادلين، تلك التي ماتت أمه ولم تعلم عنها شيئا، كما لم يعلم عنها شيئا أي من معارفه في القيروان. ذكراها ملك له وحده، يحييها كلما خلى إلى نفسه في منزل والديه الفسيح في قلب القيروان العريقة. رفض بشير الزواج، لعله كان يخشى أن تضيع منه ذكرى تلك الشقراء التي غدر بها وغادرت الحياة بلا سابق إنذار. وكلما استحضر ذكراها حضر معها بقوة استغرابه أن لم تتوصل الشرطة إلى القاتل. ظلت قائمة لديه تلك الشكوك في أن مارسيل هو الذي قتل مادلين. كان في نظره الشخص الوحيد الذي كانت له مصلحة في حرمانه من تلك التي بادلته حبا بحب. كان مارسيل يدير ملها ليليا في مونبوليه، وكان رجلا بدينا مديد القامة تنسدل من رأسه خصلات شعر مستقيمة. كان وجهه لافتا للانتباه من طينة أولئك الأشخاص الذين تعلق صورهم بالأذهان لفرط ما بهم من علامات مميزة. لم يره بشير إلا مرات قليلة بعد أن أشارت إليه مرة مادلين. في العام 2000 كانت قد انقضت 10 سنوات على عودة بشير بومنجل من فرنسا. قبل أيام أتم عامه 60، وصار أبعد الآن عهده بفرنسا إلا ما كان من رسائل يتلقاها من حين إلى آخر من أصدقاء فرنسيين ومغاربيين. مساء ذات يوم من مايو من تلك السنة، بعد أن صلى العصر في زاوية سيدي علي الغرياني، مشى بشير إلى ساحة الشهداء حيث باب الجلادين. الموسم السياحي يبدي انتعاشا ويعد بالمزيد. وقد صادف بشير مجموعات من السياح في تلك الساحة، ولفت نظره مجموعة يتحدثون الفرنسية بلكنة جنوبية كتلك التي يتداولها الناس في منطقة الميدي. وكانت لكنة مألوفة لديه خلال تلك السنوات التي أمضاها في مونبوليه. وقف ينظر جهة تلك المجموعة، ثم إنه رأى شخصا يشبه إلى حد بعيد مارسيل، ذاك الذي يظن أنه من قتل مادلين حبيبته التي لم يحب امرأة بعدها. صحيح أن الشخص الذي أمامه على بعد أمتار قليلة يبدو عليه التقدم في العمر، وذاك أمر طبيعي. ألم تمر 10 سنوات أو أكثر الآن على رؤيته للمرة الأخيرة في مونبوليه؟ لما التقت نظراتهما
بدا كل منهما وكأنه تذكر الآخر، هي النظرة ذاتها يوم رآه للمرة الأولى. أشاح مارسيل بوجهه عن بشير وكأنه لا يريد أن يتذكره. بالنسبة لمارسيل فإن بشير ذاك المهاجر التونسي سرق منه حبيبته، تلك روايته هو، ولكن ما قالته مادلين يوم حدثته عن سابق علاقتها بمارسيل أنها تركته أشهرا قبل ارتباطها به هو، وأنها تركته لأنها اكتشفت انتهازيته، كذلك قالت. يستحضر بشير تلك اللحظة وعيناه لا تفارقان مارسيل الذي كان بارزا من بين أولئك الذين يحيطون به، يتساءل عما سيقوم به الآن في هذه اللحظة التي لم تخطر بباله يوما. لقد غادر فرنسا هربا من تلك الذكرى الأليمة، وها هي تلحق به وتتجلى له في ساحة الشهداء بأكثر وجوهها قبحا، مارسيل. لاحظ أن الفرنسي يكثر من الالتفات نحوه وأنه يحاول أن يتوارى بين مجموعة السياح المنهمكين في التقاط صور للذكرى. هل يذهب إليه ويمسك به؟ إنه يعلم أنه لو فعل فسيناله عقاب بقوة القانون. هل يمسك به وينادي على الشرطة؟ هي عاطفته توسوس له بكل ذلك، يعلم أنه لا دليل لديه يثبت تورط مارسيل في جريمة القتل التي راحت ضحيتها مادلين. ثم إنه يعاتب نفسه في صمت. ألم يكن بمقدوره أن يخبر الشرطة الفرنسية بأن مارسيل قد يكون انتقم منها لأنها تركته؟ مع كل ذلك قرر أن يتقدم نحوه. رآه مارسيل مقبلا فتراجع وصار وسط مجموعة السياح، ولكن بشير واصل تقدمه حتى صار على بعد أقل من متر منه، ودون مقدمات قال له: مرحبا بك في تونس يا سيد مارسيل. عفوا، أنا لا أعرفك. لا بأس سيد مارسيل، أنا أعرفك وأنا أعلم أنك تعرفني جيدا. كان الفرنسي يحدق فيه بعينيه الواسعتين، شعره الأملس امتلأ شيبا، لعل ذلك هو الفرق الوحيد الذي رآه بشير. ولكني لا أعرفك يا سيدي، ألست من مونبوليه؟ ألست مارسيل الذي يدير حانة كذا؟ نظراته تشي بأنه لا يرغب في الإقرار، ثم إنه بعد أن ألقى بكلمة اعتذار هرول مبتعدا متظاهرا بأنه يريد أن يلحق بالمجموعة التي كان بينها. ولكن بشير أدركه، ولما التفت نحوه رماه باسم مادلين. توقف مارسيل. قال بشير: لا تنكر معرفتك بمادلين تيبو، لقد حكت لي كل شيء قبل أن تقتلها. احمر وجه مارسيل وهو يهم باللحاق بمجموعته التي انسكبت في درب من دروب باب الجلادين. قال: اتركني، أظنك أخطأت الشخص. ولكن بشير أصر على ملاحقته، أليس هو من أنهى قصة الحب الوحيدة في حياته؟ ولما بالغ في استفزازه استدار نحوه ووجه إليه لكمة فتهاوى. تحلق حوله السياح وكثير من الفضوليين، وتمت المنادات على الشرطة. كان بشير قد استعاد وعيه، وفي مركز الشرطة تم الاستماع إليه وحكى كل ما ظل يحمله في صدره على مدى 10 سنوات، واتهم مارسيل بقتل حبيبته مادلين. لكن الفرنسي احتج وقال إن بشير الذي لا يعرفه استفزه واتهمه بجريمة قتل لا يعلم عنها شيئا، ثم إنه قدم وثائق هويته التي كانت تحمل اسما غير اسم مارسيل. الوثائق التي أدلى بها تحمل اسم ألكسندر رو، متقاعد من شركة لصناعة السيارات. لم يتراجع بشير وظل متمسكا بما ادعاه. رأى ضابط الشرطة الذي مثل أمامه أن القضية قضية جرت وقائعها قبل 10 سنوات في فرنسا ولا تعني الشرطة التونسية في شيء. كاد يخلى سبيل السائح الفرنسي لولا أن تفحصا دقيقا للوثائق التي أدلى بها أبان عن زيفها، وكذلك أخذت القضية وجهة أخرى.
أبانت التطورات التي تلاحقت بعد توقيف الفرنسي عن أنه هو مارسيل نانو المبحوث عنه منذ 10 أعوام للاشتباه في تورطه في قتل مادلين تيبو. التحقيق الذي أخضع له بعد ترحيله إلى فرنسا أبان عن أنه غادر مونبولي وقتا قصيرا بعد مقتل مادلين، وأنه كان يتنقل من مدينة إلى أخرى بهوية زائفة. أصر باشير على العودة إلى مونبولي ومتابعة محاكمة مارسيل الذي لم يخطر بباله يوما أن قناعه سيسقط عن وجهه في باب الجلادين بالقيروان.